السلام عليكم خويا العزيز. سلام اختي، كراكي لاباس؟ والله غير لاباس، راني فرحانه كي راني معاك. سي بيان، صافي بليزير، البليزير فو مو. لا بارطاجي سا. اي اون بليس انا بكل صراحه ما نكذبش عليك، غلطت في الكلام اللي هدرت، وراني ندمانه بزاف بزاف بزاف، باسكو انا ما على باليش بليك واصله كيما هكا، تي فوا. ما يا ما انسان ما معليش داك شغل، الانسان يعترف بالخطا ما فيها والو، فهمتني؟ باسكو الناس واللي يقول لك تاع راك بارطاجي ومنا وكيف هادي، ما عرفاش باللي فلسطينيين ما تعاونهم معنويا هي الصح. باسكو علاش باين نديرو ابار دعم معنوي؟ اش باين نديرو؟ ما عندنا ما نديرو، كاين جمعيات نمدو الدراهم نمدو جوستومون. بصح هما قال لك، هما قال لك هما مستحقين العفسه، سمحتي كي قالها لك. وانيشان طلع فايس، نطلع فيصل مينيا. وهنا ها هنا فيصل، دوك اجوتيه انا يشتيني فيصل، دوك يزيد يطلع ان شاء الله. برك يشوف على بالي، على بالي بصح ما شفت لي في تاعي شغل. لا جاب. سلام اخي. سلام اخي، اريد ان ادخ اريد ان اريد منك ان احد باللايف اسمه، ثواني، يريد ان يظهر باللايف معنا. اهلا وسهلا. اكيد اسمه فيصل، هو جزائري مقيم في كندا. اهلا وسهلا فيه. بدي ابعث لك، بدي ابعث لك الرابط تبع صفحته. ثواني، اسمه فيصل. فيصل راهو لايف. قاسم شونج قال لك راك غلط في الدرابو. قاسم الدرابو اللي غلط فيه؟ لا، كي راه كاتب فلسطين الان، درت الدرابو قيلة تاع ما على باليش واش من بلاد هذه. لا لا، فلسطين تاع فلسطين، هذا فلسطين. هما اللي هم يقولوا تاع فلسطين درابو. على فيصل وقيلة. على فيصل. واه واه واه، على فيصل. خوتي برحمة الوالدين، لايف بارطاجو. السلام عليكم. هنا فيصل، طلعوا طلعوا. هاو هنا فيصل. وين الحاج؟ هو هاي. انا اللي كي قال لي محمد، قال لي قسمت في اللايف، قال لهم راح يطفى لي التليفون، قلت له نطلع انا لايف وطلع انت معانا. ومن بعد فينالمون بعث لي انت، قلت له صاي نطلع عند قاسم. فيصل السلام عليكم اخي، انا هو اللي بعت لك، انا هو اللي بعت لك، هو اللي بعت لك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله اخي، لقد ارسلتك، ارسلت فيصل لتظهره معنا باللايف. انا هو فيصل، انا هو، انا هو فيصل، هو فيصل، انا هو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. السلام عليكم. انا كنت معكم. السلام عليكم. ما انتبهت. احنا متواجدين يا جماعه الخير في باب العمود. طبعا باب العمود هو اسمه باب دمشق، هو احد الابواب الرئيسيه للبلده القديمه وللمسجد الاقصى المبارك. هذا الباب الذي يبعد عن حي الشيخ جراح ما يقارب 1 كيلومتر، كيلومتر واحد. ولهذا السبب يريدون تحويل حي الشيخ جراح كاملا لبؤره استيطانيه، نكبه بدات ببيتين قبل 10 سنوات وسوف تستمر في البيوت، في البيوت هذه الاربعه، وتستمر ايضا في بيوت اخرى. إذا تم أخذ هذه البيوت الأربعة، سيتم أخذ باقي بيوت الشيخ جراح وحي الشيخ جراح، وسوف تهون القدس، وسوف يكون مشروع الاحتلال بالقدس الكبرى وحلمه بالقدس الكبرى الخالية من الفلسطينية والعرب سوف يتم تحقيقه إذا تم أخذ هذه البيوت. يعني في فلسطين بقات الا هذه القطعه الصغيره هي تابعه يعني يسكنوا فيها الفلسطينيين في القدس يعني. نعم صحيح، يعني في القدس بس هذا الشارع الصغير اللي بقوا يسكنوا فيه هذو الناس. لا، القدس عباره عن عده احياء بس. هذا الحي هو اقرب حي للبلده القديمه. من اغلى الاحياء نسبه الى سعر الاراضي. و ايضا يعني اذا تريدين ان تستاجري شقه بالشيخ جراح تدفعين ما يقارب ال $1,500 بالشهر. وهن بدهم يشيلوا يعني كل الفلسطينيين العرب يزيحون من هنيك، صح؟ نعم صحيح صحيح.
يريدون البدء بأربعة بيوت وبدأوا قبل 10 سنوات في بيتين، وهذه ستستمر ليست فقط بالأربع بيوت وإنما ببيوت أخرى. بس السؤال، هل الرأي العام راح يكون عنده دور؟ يعني كل العالم راح يتحد مع شعب كثير هلأ بهذا الحي، هل تظن أنه الرأي العام راح يساعد الفلسطينيين أنه يطلوا بهذاك الشارع؟ يعني هذا هو السؤال. يعني أنا لم أفهم سؤالك، هل تعيدين؟ أنا لم أسمعك جيداً. السؤال هو أنه الرأي العام العالمي للعرب وكل العالم يتحدوا مع فلسطين، هل الرأي تبعهم راح يأثر شوي على هذا القرار أنه ما فيهم يهجروكم؟ الصهيونيين راح ياخذوا قرار العالم؟ أي تضامن من العالم العربي أو العالم الغربي سيساعد هذا الحل، بغض النظر شو كان نوع التضامن. التضامن لأهالي هذه السكان هو مثل ما قلت، هي قضية عادلة، وهذه القضية إذا كانت عادلة سوف تنتصر بإذن الله. ولكن هذا الحي، أنا قلت لكم أنه تم بسنة 1957 تم عقد أجار بينهم بين المملكة الأردنية التي كانت هي الحاكمة في القدس في ذاك الوقت قبل الاحتلال الإسرائيلي في عام 67، ولكن هذه الأوراق لم تستكمل. يعني الناس الذين يسكنون بالشيخ جراح هم لاجئين من حيفا، تم تهجيرهم في 48 وتم تعويضهم بهذا الحي ليسكنون فيه، والآن تهجير آخر، ولكن بسنة 2021. أوكي، وفيك تخبرنا شو صار؟ يعني شفنا كمان فيديوهات عم يحكوا عن تفجير غزة، يعني عم بيقولوا إنه فجر صراحة غزة تم إطلاق، سمعنا مثل ما سمعتم، تم إطلاق وابل من الصواريخ باتجاه مناطق مثل أشدود وعسقلان، وأيضا تم إطلاق الساعة 9 صواريخ إلى تل أبيب التي هي يافا ولكن اسمها باللغة العبرية تل أبيب، واسمها ليس تل الربيع باللغة العربية، إنها مدينة حديثة تم احتلالها في 48، وهي تقيم مقامة على أراضي يافا والشيخ مونس وأراضي الناس اللي كانوا يسكنونها في 48. نعم، تم استهدافها بالصواريخ من قبل حماس والجهاد الإسلامي، وحتى الآن يوجد بعض الإصابات في يوجد باص في منطقة اسمها ريشن لتسون تم تفجيره، ويوجد يعني اعتراضات لهذه الصواريخ من قبل القبة الحديدية الإسرائيلية، وأنت ترين الشارع، يعني الشارع يتكلم أنه لا يوجد تهدئة ويوجد تصعيد ولا نعرف إلى أين ذاهبة هذه الحالة، لا نعرف. وفيك تخبر صار يعني ليش أولاد صغار امبارح أولاد قطع حرام خلص؟ كمان مرة سؤالك. الأطفال يلي ماتوا بتفجير سلاح أو كيف؟ الأطفال في غزة طبعا تم استشهادهم، ولكن نحن كفلسطينيين نحمل الهوية الإسرائيلية، لا نستطيع الذهاب إلى غزة بأي طريقة ممكنة، لا نستطيع أبدا الذهاب إلى غزة، فنسمع في غزة مثلنا مثلكم على الإعلام، ولكن يعني تم استهداف بعض من الشبان في غزة، وتم استشهاد طفل أظن أنكم رأيتم صورته على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن إذا السياسة في فيسبوك وإنستغرام تمنع نشر أي خبر يتعلق بفلسطين أو بالقضية الفلسطينية. أخي اللي عندي سؤال، لماذا بالضبط القصف والعنف ويعني قتل الناس والأطفال وكذا يكون فقط بغزة؟ لماذا يعني ما هو السر تاع غزة هذا؟ وش كاين فيه؟ لا 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 يوجد سر أخي، غزة هي البلد الوحيدة المحتلة. وراح خرج مي واحد أخرين ما يحبوش يطلع. على ما على بالي شلا ما على بالي. أنا راني ناكل به الخبز الانستغرام تاعي وبحر عليه. أنا تاني أنا بحر عليه، كي تولي في قضية هكذا بحر عليه. يا خو أسمع، راني نطلع في هذاك السيد موش يطلع لي خو. عرفت كتكذبه؟
اني غير اني راني فيه اني فيه ندير له هكذا ان في تي ما يطلعش. بس دير امانه بالك بروبليماتي اللي كان عندي هودنا فيه الدبي هو الاول نو بو با نو بو با بارتيسيبي قال لي اوكي سينيالاوه بالك. لا 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 شدي فيصل هودنا 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 في زوج وطلعه. لا نخرج هنايا وانت طلعوا الغاشي تاعنا راه عندك برك وقعدوا في اللايف مي فلوغ وبارطاجي وزيت لي ميور فازي سي تو سي مي ما جو بونس با ويقول لي نو بو با ما يقدرش يطلع. اي سي انا سايت ترالي قلت سايت لعبتك ترالي لك تهولنا فيديو طلعنا وطلعنا احنا صح فازي اوح اي سي صح السلام عليكم ايمن يعطيكم العافية وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم جميعا. السلام ورحمة الله اخي ايمن. ايمن كنا نتكلم يعني اللايف انقطع. نعم صحيح. انا بدي اتكلم على القضيه تاع غزه لان الناس يموتون. نعم. في غزه ويموتون اطفال ويقولون ان غزه تحت القصف. لماذا بالضبط يعني كل هذه الجرائم يعني تكون في غزه؟ انا اقول لك اريد ان اقول لك ان هذه تكون في غزه لان غزه محاصره من 10 سنوات وهذا الحصار من غزه الوحيده التي تقدر على ارسال صواريخ من جهتها الى الاحتلال الاسرائيلي وهذه الصواريخ تقوم اسرائيل بالرد عليها لان غزه هي الوحيده التي ترسل صواريخ وليس احدا اخر. لهذا السبب غزه تقصف وغزه يموتون ويستشهدون. هذه هي مقاومه غزه، مقاومه غزه هي بالصواريخ فاسرائيل ترسل عليهم صواريخ وهم يرسلون على اسرائيل صواريخ. لهذا السبب غزه بعيده يعني غزه اذا تظهر على الخارطه غزة هي قريبة من الحدود المصرية وهي بعيدة جدا عن القدس وعن الضفة الغربية وعن هي يعني صغيرة لوحدها. فهمت علي؟ نعم. يعني غزة أغلب ما فيها إسرائيليين فيها فقط فلسطينيين لهذا تقصف. صحيح. وفيها حماس. أوكي أوكي. وهذه يعني الشيخ جراح هي السر تاعها هي انهم اسرائيل يبغوا يعني بدهم ياخذوها بالقوه لان ثمنها غالي يعني. لا اسمع تم اي طلع اميريا طلع اميريا اميريا طلع اميريا تعاونوا. المساله ايمن دقيقه يا اخي دقيقه. المساله مش اوكي في خبر. طلع اميره طلع اميره أني نطلع فيها ما كاش ما يش تجاوب. أي هنا أميرة. أميرة أنا. أي جات. السلام عليكم لكيب. السلام عليكم أميرة أختي وشراكي صفا. لا بس نتوما. لا بس بيان صفا. في صنع يبوندي لك حاجة على غزة بس كو عندي هاد الانفورماسيون غزة اللي فيها المقاومة. تسمى غزه شغل راهم في حرب معاهم سي صا. ايوه غزه اللي فيها المقاومه عندهم سلاح. تسمى الفلسطينيين في غزه عندهم سلاح سي لو سول اندرو اللي فيه سلاح. على بها عندهم لو دروا اسرائيل يضربوهم بلي بومب وكاعيدي. واه باسكو راني نشوف هنايا زعما في الشيخ جراح هنا راهم بون سي فري راهم الناس يخرجوا باش يدافعوا على روحهم والاخرين يردوا عليهم ايتو ميهم. قال لك كاين فلسطينيين عندهم الهويه يعني الاسرائيليه وما كاش قصف ما كاش كذا باسكو مخلطين. غزه فيها المقاومه ما باش اسمها المقاومه حماس. الاخ واسمه الاخ اللي معانا اسمه ايمن. ايمن معكم. هو المقاومه واسمه نعم. حماس هي حماس جهاد اسلامي هي اكثر من احد. أيه. اكثر من فصيل. فوالا غزه هي اللي فيها اميره. نعم اختي يرحم بابك قولي برك لي زابوني تاعك ايتو قولي لهم يجوا يدخلوا معنا ماكسيموم في اللايف سي دراو اون ديريكت باش يشوفوا
ام صباح وما يطلقوا في بيتهم. على بيش حراي الساعه في الجزائر؟ جو سي با. انا ثاني احنا 10 10 فيصل. فيصل اريد ان ابعث لك زميل لي ليظهر معك لايف. انا مضطر اني اطلع من هذه المنطقه. اوكي السلام عليكم. هلا ابعث لك. اوكي حبيبي تهلا في روح. شكرا. مقبلة أميرة كان يورينا في اسمه كان يورينا في الـ في الـ في القص الشغل يتيروا عليهم بهذوك قنابل مسيلة للدوم وعيتو فهمتي. واش قلت لي؟ قلت لك دوكا جاب لي ربي دوك تكلمت شوية عندهم مي مقبل كي كان كي بعث لنا مقبل كانت مخلطة. ايه سي دي مومون سي دي مومون اللي بداو يضربوا فيهم سي لي مومون اللي بداو يتيروا عليهم. قول ماشي على ماشي على مدار ساعة. انا قابلتني وحده من غزه دروك قلت لي بيطلع معاك في اللايف نوريك شراكين. شونتوز طلعها اخو طلعها عيط لها لهنا. عمك قلت لي فوكال قلت لي فوكال خاصنا تحت هاد البلاصه تضرب شويه تقول لي ميحه وشويه اكيد هذا المسكينه لحمك يتوك. شوفوا كاين بزاف فلسطينيين راهم يديروا ليه لايف مليحه دخلوا معاهم فكراني ندخل معاهم وراهم يوروا كاع واش راه صار. ما ابعتي لي اميره ابعتي لي في السريف اميره خرجت لنا نعاود لنا هنا. انا دوكا راح نخرج باسكو خرج معانا سيد. ابعتي لي نطلعوا معاهم من سيد ماكسيم تاع لي ميساج دوك نبعث لك لي كونت تاعهم. هاي جزاكم الله خير بلا مزيه اميره سلمي لي على توحى بزاف يسلم عليكم. هاي صح الله يسلمك اختي قاسيم فيصل مع صاحبي ايات الله خويا العزيز والله ينصر فلسطين ان شاء الله وفلسطين ظالمه ولا مظلومه خويا. بيان سير صاحبي بيان سير وراك كثر من تارك صاحبي الثاني. الله يسلمك بلا مزيه اخو بلا مزيه مهبول الله يحفظك فيصل فليز ورانا معاهم كاع واش كاين صاحبي هاي هي اخويا صح صح ريق اخويا صح.